على التليفون الاستاذ علاء السعيد المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت، وبيقول ان حضرتك رحت حزب الله، رحت لبنان، وانه حضرتك بتمول ايرانيا. ايه صحه هذا الكلام يا فندم؟ جميل. اولا ائتلاف الصحب والآل هذا ائتلاف مخالف للقانون، زي مثلا حركه 6 ابريل والالتراس، حركات غير مقننه. ثانيا الصحب والآل لا يحتاجون لمن يدافع عنهم، فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله، فليس من المعقول أن يدافع الأدنى عن الأعلى. ثالثا أنا ذهبت إلى لبنان في مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، ولا علاقة لحزب الله بهذا المؤتمر. مؤتمر حضر علماء من 56 دولة، كانوا 350 عالم يمثلون كل تيارات الأمة، السنة والشيعة والإباضية وكل المذاهب الفقهية في العالم. نعم، وأنا ذهبت بشكل شخصي لأشارك في هذا المؤتمر ببحث عن الوحدة الإسلامية، واستطعت بفضل الله تعالى أن أصدر بيان اسمه الأمة الواحدة لوقف الصراع المذهبي السني الشيعي، لأن المخطط الإسرائيلي يعتمد على إحداث حرب سنية شيعية، وأنا حصلت على موافقة 125 عالم من علماء المسلمين، منهم مفتي روسيا وإمام أهل السنة والجماعة في لبنان الشيخ ماهر حسون وغيره من العلماء، واستطعت جمع توقيعات على هذا البيان، ومستعد أن آتي لك في حلقة في الاستوديو لترى الأمة كلها كيف أعمل على توحيد صف المسلمين في مواجهة الهجمة الصهيونية. وأقول للأستاذ علاء السعيد أنه ينفذ مخطط إسرائيلي، وهو مخطط إحداث حرب سنية شيعية، وإذا كان يتهمني بأنني ممول فليذهب إلى النائب العام ومعه يعني أوراق رسمية تفيد تمويلي، وأنا الآن غدا سأتجه إلى النائب العام ببلاغ ضد علاء السعيد لأتهمه فيه بالكذب والخيانة العظمى والعمالة لدولة إسرائيل وتنفيذ مخطط إسرائيل.